السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، ومرحبا بكم في حلقه جديده من السلسله التعليميه للمبتدئين. في هذه الحلقه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا طريقه او طرق تطعيم بالسردين. بزاف ديال المتتبعين طالبوا مني باش ندير لهم شي حلقه على كيفيه تطعيم بالسردين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطرق اللي كنعرف لهم انا بعدا، وان شاء الله غادي يعاونني الرئيس محمد ونقول لكم الطرق كيفاش نطعموا بالسردين. خليكم